العباسيون ظنوا أن ثورة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي ضد يزيد، ولكن اكتشفوا لا، أن الثورة ما كانت ضد يزيد فقط، وما كانت ضد الحكومة الأموية فقط، بل كانت ضد جميع الطواغيت على مر التاريخ. القيم التي نادى بها الإمام، التي ضحى من أجلها الإمام صلوات الله عليه، ما كانت لمقطع معين ولظرف خاص، وإنما كانت قيم دائمة ومستمرة. فأيضا في العهد العباسي قاموا بحملات القمع والإبادة ضد هذه الشعائر. في العهد العثماني أيضا استمر هذا المنهج، وإلى هذا اليوم، حتى في هذا اليوم تجدون أن الطواغيت يقفون ضد هذه الشعائر ويحاربون هذه الشعائر بكل صورة وتحت كل شعار.